اهلا بيكم في تلاتة مطبخ، وكل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب، هنبتدي بقى نعمل زينة رمضان ونفرح نفسنا ونفرح ولادنا ونحاول نحسسهم بفرحة رمضان اللي مبقتش باينة الايام دي. زمان كنا بنستنى رمضان بفارغ الصبر. هعمل معاكم النهاردة فوانيس كده بالورق ده، ورق مقوى او ورق باللوح اللي بنشتريها للفصول وكده، بيكون ده شكله. دي بواقي ورق كانت عندي في البيت. ممكن كمان تعمليه بالورق بتاع الكتب القديمة، ورق كراسات مفهوش اي تكلفة خالص، طريقته سهلة جدا. ده معمول باللوح مش بورق مقوى ولا حاجة. وده كمان الاسود هو الورق مقوى، بيدينا الشكل المقوس ده، ومش غالي، سعره حلو، وموجود في كل المكتبات. بيبقى فرخ كبير زي اللوح بالظبط. هنا بقى هعمل فانوس، بقطعه مربع كده الورقة واتنيها نصين، ده لو هعمل فانوس طويل. وهي اقص كده بالمقص شرط جنب بعضها، مش هوصل للاخر زي ما انتوا شايفين كده. واجي بقى بالعكس، ده عطانا فانوس بالطول. هعمل معاكم بقى لو فانوس عايزاه بالعرض، هتعملي بطول الورقة. لو بيبقى فانوس مكعبر كده شوية ببعضه، هقص بنفس الطريقة، ما وصلش القصة لحد الآخر. هنا الحقيقة لقيت الورقة دي تعمل فانوسين، فأنا لما جيت ألزق بقى قطعتها فانوسين أصغر من ده شوية. شكله بيبقى تحفة جدا، هوريه لكم آخر الفيديو بعد ما علقته كده. يعني ما علقتش كل زينة رمضان، بس قلت اعلقه كده عشان تشوفوا شكله ومتعلق حلو جدا. هعمل واحد كمان معاكم، طريقته سهلة جدا مش بياخد وقت، وتخلي ولادك يعملوا معاكي. انا هو كبيرة وكنت فرحانة جدا وانا بعمل فوانيس، بخليهم يستعدوا رمضان. عندك مسدس شمع؟ تمام. انا ما عنديش فمش هغلب، يعني جبت شمعة وشمعة المسدس وهلزق بيها. بس اهم حاجة في الوقت ده ما يكونش فيه بقى ايه كل عيال حواليكي، عشان انا كان ابني هيولع في نفسه، ابني كان هيولع في البيت وبنتي كانت هتولع في نفسها. فربنا يستر، يعني تخلي بالك من الحتة دي، او تاخديهم وتلزقهم انتي في المطبخ كده فوق البوتاجاز، هيكون افضل. يعني بتحطي نقطة من الناحية دي ونقطة من الناحية التانية، وخلاص كده بقى جاهز. هتقولي لي طب هنعلقه ازاي؟ هنعمله دلوقتي التعليقة بتاعته. مقطعة كده ورق شرايط زي ما انت شايفة كده، وهحط برضو نقطة شمع والزق فيها الايد، والناحية التانية قصادها برضو هحط نقطة شمع والزقها. سهل جدا مش بياخد وقت. ممكن انت تلزقي وولادك يدوسوا كده على التانيات عشان تدينا التقويسة اللي هي بتبقى شكل الفانوس. ممكن كمان لو ما عندكيش مسدس شمع ولا شمعة بالدباسة برضو هتنفع.
عملت المقاس الصغير ده والأصغر والأصغر، وعملت بقى واحد كبير برضو هتشوفوه في آخر الفيديو. شوفوا أنا بدوس على التانيات كده عشان يدينا التقويسة الحلوة دي. حلو جدا. هنا بقى هعملها معاكم بورقة كتاب، بتنفع بس مش بتدينا التقويسة بتاعت الورق بتاع اللوح والمقوى، بيبقى شكله حلو برضو بس بيبقى نايم على نفسه شوية. طبعا كده لازم تفرشي على الأرض كده وتعيشي. هو ده يعني أحلى وقت بصراحة. انا كنت عاملة فيديو قبل كده السنة اللي فاتت برضو، هحط لكم الفيديو في اخر في البطاقات اللي بتظهر في الاخر. ممكن اللي بالورق ده تعملي زينة للشارع، هيكون حلو برضو. هنربطه ازاي؟ انا هنا جايبة خيط صوف، ولازم اخد عقدة يعني اسيب المسافة اللي انا عايزاها بين كل فانوس والتاني، واخد عقدة كده من فوق عشان لو ما خدتش الربطة اللي من فوق هيتلموا كلهم في وسط الحبل اللي انت عاملاه، فلازم بين فوق كل واحد تاخدي ربطة بالخيط. هنا انا عملت الحبل لون ولون، عملت واحد تاني كله اسود، واحد اتنين سود، وواحد ملون في النص لان انا كان عندي الاسود اكتر حاجة. ان شاء الله هتجربوها، سهلة جدا حلوة جدا جدا. وقعدوا كده واحكوا لولادكم كنتوا بتعملوا ايه في رمضان زمان ولمه العيله، لان دلوقتي للاسف ولادنا محرومين من لمه العيله والاجواء بتاع رمضان واغاني رمضان. ربنا يديم اهالينا ويخلينا لبعض يا رب، وما يحرمش حد من اهله وحبايبه. ان شاء الله تعملوه وتقولي رايكم في التعليقات. باي باي وكل سنه وانتم طيبين. مرحب مرحب يا